السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حقيبته نقطة شايب عبد الحفيظ. لقاء ساخ بين القبة في هذه اللقطة عن طريق زرايا ووداد بوفريك رائد الترتيب. الضغط كان من مهاجمي القبة بقيادة حفصي حارثي الوناس جعافري بوزيد ومحمود علوات مدافع الوداد ينقذ الموقف. توالت حملات القبة عن طريق محمودي رقم 11 لكن براعة الحارس محرز حالت دون الوصول إلى شباكه. قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة هجوم لبوفريك بقيادة العزازي لوزري زيدان لتنتهي الكرة عند قشي الجناح الأيمن ويسجل الهدف الأول لصالح وداد بوفريك في الدقيقة 44. الهدف هذا أعطى نفس آخر للقاء خلال الشوط الثاني وطرد المدافع السعودي من طرف الحكم السيد حلوي. وكاد الوداد أن يضيف في هذه اللقطة عن طريق زيدان هدفا آخر. لكن رائد القبة لم يستسلم لهذه الهزيمة وبعد عمل جماعي انطلاقا من الوناس رقم 8 في وسط الميدان يتمكن الجعافري قلب الهجوم لرائد القبة من تسجيل إصابة التعادل لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف في هذه اللقطة. وجعافري وجه لوجه أمام المرمى والهدف هدف التعادل. آخر لقطة لصالح وداد بوفريك قام بها زيدان لكن تسرع سايح جعله يضيع هدف الانتصار. هدف لهدف، تلكم هي نتيجة اللقاء الساخن الذي انتهى بروح رياضية عالية.